بقالي ساعة بذاكر ومش فاكر أي حاجة من اللي أنا ذاكرتها قبل كده، وصاحبتي تقول لي حطي ده قدامك وسيجلب لك الحظ السعيد، كأني مصاحب الشيخ زتونة مثلا. أنت اللي غبي ومش بتفهم. أنا سمعتك على فكرة، سمعتك بس مش هعمل لك حاجة. ألو، مستشفى الأمراض العقلية؟ يا بابا. أنت اللي إيه يا بابا؟ أنت عايز تشلني؟ ساب المذاكرة وعمال تلعب، أنزل أجيب لك عروسي باربي وألعاب طبخ. يا ريت والله عشان نفرح شوية بدل الهم ده. يلا خلي عندك دم، يلا الأستاذ لسه مشتكيلي. وقال لك إيه؟ قال لي إنك زعقت معاه في الدرس. ما أنت مش فاهم، أصل رحت لقيته عامل امتحان مفاجئ. طب وإيه اللي في كده يا ابني؟ اتفاجئت، رحت مزعق. يعني ينفع أجي أقول لك أنا اتجوزت كده وش؟ مش لازم يبقى فيه تمهيد. لا طبعًا أنا شايف إنه عادي. طب على فكرة بقى بابا أنا اتجوزت. بابا بصراحة كده أنا ما بعرفش أذاكر يا بابا. يا ابني مفيش الكلام ده، عشان تفهم المادة لازم تحبها. ما مرتبطة. تاني برضه. تعالى اتكلم بجد، راح تجيب الشروط في وشك. أنا آسف يا بابا. طب بص بقى، أنت ما أنتش نازل لمدة شهر 20 شهر كده، ولو شفتك ماشي مع صحابك دول أنا هضربك وهضرب أمك وهضرب أمك وهنكد على الدنيا كلها. وذاكر. يا ترى الدبدوب ده هينتقم مني وأنا نايم؟ ويا ترى صاحبتي هتزعل مني لو عرفت إني بكلم ثلاثة غيرها؟ حلو السقف بتاعنا برضه. إيه ده؟ عزمي أنا مش طارق، أنا آسف والله. يا زميلي انت مين؟ انا ضميرك. ضميري؟ امال شيطاني عامل ازاي؟ اكيد مش نزيه زي كده يعني. انت مش كل ما تذاكر الكلام يطير؟ عشان المذاكره فيها كحول وحرام. صح والله. هو انت لابس صيفي ليه؟ اللبس الشتوي غالي والله. بعدين هو انت كل شويه تندم وتنكد عليا على الترم اللي انت شلت فيه، والايام اهي برضو ما بتذاكرش. لما هندم على الايام دي الترم الجاي ان شاء الله، كل ترم كده يشيل اللي بعده. طب اسمع بقى وركز في الكلام اللي انا هقوله ده. كل واحد عنده قوة روحية، لما يجي الامتحان تطلع. ده انا اللي هقوم اطلع، امشي انا من هنا. كل مرة بتقعد تقول لي كده وبقعد اكتب الاسئلة في الامتحان. خلاص يا عم انا غلطان، يعني مش عايزني اطلع عقلك؟ لا مش عايز حاجة تطلع. شكرا. انا ما اختفيتش. موتوا يالا. الو ايه يا اسطى؟ ايه يا ابني؟ افتح فيس بسرعه. ايه فيس ايه يا ابني؟ احنا مش اتفقنا نشجع بعض على المذاكره؟ ده الجروب خراب. جروب وزبتي يا اخي، بتضيعوا الواحد يا ابني. انتوا كله مفيش اي اهتمام كده يا ابني، مفيش اي اهتمام ولا اي مسؤوليه. كنت لسه بقول له عايزين نذاكر ونشجع بعض على المذاكره. والله بص يا بابا، خده معطلني والله عن المذاكره. ايه يا بابا؟ بابا ايه يا بابا؟ بالله عليك انا كنت لسه بقول له والله. لا ضربه بس.